سكنة هو عم يوجي، دي مش هزار، لا هو عمه بجد. وكمان استكشفنا قدرات يوجي الحقيقية. قصة جوجيتسو كايسن اتغيرت تماما بداية من الفصل ده، وذروة الحرب بدأت بجد. اسرار اتكشفت لينا وفتحت افاق كتيرة جدا لفلاش باكات واسرار والغاز ان هي تتعرض لينا بشكل اكبر. هي دي الحاجة اللي كنا مستنيينها من زمان الصراحة في مانجا جوجيتسو كايسن. كسرت الروتين وغيرت الطبع خالص، لان من اللحظة دي كل حاجة هتتغير، وهنروح للقتال اللي الكاتب عمال يبنيله من زمان. يوجي بكامل قدراته وبعد ما استيقظ شفنا ان عينه اتغيرت شوية وبيستعمل قدرات جديدة، واللي هي قدرة التقطيع بتاعت سكنة، اللي شفنا ان هو زنق سكنة واستخدم البلاك فلاش تقريبا 7 أو 8 مرات ورا بعض. فبالتالي 100% سكنة لازم يطور من نفسه او يظهر بقى الحاجات اللي كان مخبيها طول القتالات اللي فاتت. فمتحمس جدا ابدأ بمراجعة الفصل الخرافي ده، ولكن في الاول طبعا لازم نشكر فريق العمل السيف النجمي في توفير الترجمة والتسريبات باسرع وقت. وبالمناسبة هما فاتحين باب التقديم للانضمام، لو حد عايز يكون مترجم او تبييض وكل الكلام ده تواصلوا معاهم في حسابهم على تويتر في الوصف، وما تنسوش تصلوا على النبي طبعا. ويلا نبدأ على طول. في بداية الفصل بتشوف فلاش باك لسكنة ويورامي وهم قاعدين بيكلموا بقى. الحوار كله على بعضه ان يورامي كانت مستغربة او كان ايا يكن ان يوجي اللعنة بتاعته مميزة جدا، وهنا بنستكشف السر العظيم، السر اللي اتوقع فيه كتير منا قلناه في نظريات كتير وانا قلته قبل كده في كذا فيديو، وهو ان سكنة هو عم يوجي. ودي كانت الحقيقة، سكنة فعلا ساعة ما كان في الرحم كان اخوه التوأم عشان ما يموتش من الجوع. فبالتالي لما كان اخوه التوأم بشكل من الاشكال الروح بتاعت اخوه دي كينجاكو قدر يسيطر عليها، والروح دي بقى كانت روح مين؟ كانت روح جن يوجي واللي هو ابو ايتادوري. فكده نقدر نقول ان روح ابو ايتادوري هي روح توأم سكنة، وكينجاكو عمل اللي عمله بقى عشان يخلفه يوجي. فكده يوجي امه هو كينجاكو وعمه هو سكنة. وده ممكن يكون بيفصل لينا ليه ان الهيئة بتاعت سكنة الكامل عنده 4 أيادي و4 عيون، عشان ببساطة هو كل اخوه التوأم. في ناس بتقول ان هو لما كل اخوه التوأم هو كسب قدراته برضو اللي كانت هتتوزع ما بينهم هما الاتنين. طبعا دي الترجمة الحديثة، عشان في التسريبات الاولية كان في غلط في الترجمة وكانوا بيقولوا ان يوجي هو اخو سكنة، ولكن جه التعديل وعرفنا ان ابو يوجي هو اللي كان توأم سكنة. حاجة زي كده نبتدي بيها الفصل مش طبيعية خالص. المهم بنكمل بقى نفس الاحداث بتاعت الفصل اللي فات، ساعة ما يوجي ادى سكنة ضربة كده بالبلاك فلاش والاتنين كانوا واقفين قدام بعض بشكل فخم جدا زي كده. اتوقع كلنا افتكرنا قتال تشوسو ويوجي في ارك شبويا هنا، وواضح من تعبير سكنة ان هو دلوقتي مش بيهزر. سكنة بيحاول يضرب يوجي على طول، ولكن يوجي بيرد عليه بفلاش باك تانية وتالتة على طول. وبتشوف اللقطة دي هما بيبصوا على بعض، فعلا فخامة جدا، اخيرا وصلنا للقتال ده يا جماعة. بتشوف ان سكنة بيطيروا كده، وهنا بتيجي الحاجة المجنونة التانية. يوجي بيمسك عمود وبنشوف زي علامات مقص كده في العمود وبيقص حتة منه، والراوي بيقول لنا ان يوجي دلوقتي عنده قدرتين، التحكم او التلاعب بالدم واللي هو بلود مانيبيوليشن، والتانية هي تقنية التقطيع بتاعت سكنة. الصراحة مش متأكد هل علامات المقص دي بتظهر فعلا في الواقع بتاع جوجيتسو كايسن، ولا دي حاجة بس هم عاملينها عشان يعرفونا ان هو قاعد بيقطع. مش متأكد الصراحة، ولكن اعتقد ان هي العلامات دي بتظهر بجد. سكنة طبعا بيقطع العمود ده تماما، وبتشوف ان يوجي بيمسك رجله والعلامات دي بتظهر على رجل سكنة وبيقطعها. سكنة بيديله بوكس وبيقطع يوجي، ولكن يوجي بيرجع ببلاك فلاش رقم 4. وهنا سكنة بقى بدأ يفكر ويقول هو ازاي بيستعمل تقنية التقطيع وازاي بيعمل كده. هنا بنرجع لفلاش باك ساعة ما اوري كان بيكلم كوجو وكان بيطلب منه ان هو يستعمل السيف بتاع نانامي. بنرجع للواقع وبنشوف ان هو واقف وبيستعمل تقنيته الخاصة وبيستحضر تنين كبير جدا. التنين ده بيهجم على سكنة، ولكن طبعا سكنة بيقطع. كان تشتيت انتباه كويس جدا، ولكن يوجي بيجي وبيرمي سكنة على الحيطة وبيستعمل فلاش باك، اتوقع دي المرة الخامسة. سكنة بيمسك وشه وبيقطعه بمنظر قاسي، ولكن يوجي ولا كأن حاجة حصلت وبيديله واحدة بلاك فلاش للمرة السادسة
ورا بعض، حاجة فعلا مجنونة. شوفوا يا جماعة وش سكنة وهو بياكل الضربة، فعلا هو مصدوم ومحطوط في مأزق كبير. توقع ان ده رقم قياسي وانه فعلا يستخدمها ورا بعض كده من غير ما تيجي البلاك فلاش بالحظ او الوميض الاسود. هنا بقى فهمنا ليه الراوي قال لنا الفصل اللي فات ان يوجي استيقظ بجد، لانه فعلا يستخدم 6 بلاك فلاش ورا بعض، دي حاجة خاصة ليوجي. واستيقاظ تقنية التقطيع بتاعته برضو، اي نعم ظهر ان التقنية مش اقوى حاجة، يدوبك بيقطع حاجات بسيطة كده مش زي سكنة، ولكن ممكن نشوفها بتتطور مع تصاعد القتال. فدلوقتي احنا على انتظار فلاش باكات كتير، بنشوف ماضي لسكنة، نشوف ماضي لابو يوجي وماضي ليوجي، واكيد هنشوف كينجكو برضو في فلاش باكات كتيرة جاية. كده بقى في حاجات انترستنج اكتر، وبقت في حاجات عايزين نستكشفها اثناء القتال. دلوقتي بجد بجد احنا وصلنا لذروة القتال ومش عارفين بقى ايه اللي ممكن يحصل. كسرنا روتين التدخلات وانه كل شوية سكنة يجي يحط على واحد، دلوقتي القتال بقى 1v1 واساسي جدا ما بين يوجي وسكنة. فبستني كل اراكم في الكومنتات ونظرياتكم عشان ممكن نتكلم عنها ان شاء الله في فيديو نظريات ممكن ينزل قريب. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك شير سبسكرايب، الكلام ده بيفرق جدا. شكرا ليكم، وكان معاكم نيرد الانمي.